أهلا بكم مشاهدينا إلى العدد الثاني من حصاد المشرق، ومباشرة إلى العناوين. تعالي أصوات التنديد ردعا للخيانة والتطبيع. الاتفاقية الأمنية بين الرباط وتل أبيب طعن في ظهر القدس، تقول حركة فتح وعودة الحديث عن مبادرة السلام العربية. لبنان، تفاقم الأزمة السياسية يسرع وتيرة الانهيار الاقتصادي. بعد سنوات من الجفاء، عودة الدفء إلى العلاقات التركية الخليجية. فاصل ونراكم بعده. طب مساءكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد المشرق، إنارة إخبارية بشيء من التحليل في بعض محطات الحصاد حول أبرز الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال هذا الأسبوع. ونشدكم في ملف العدد إلى التداعيات الخطيرة للفصول الأخيرة من مشهد التطبيع والتحالف العسكري والأمني بين الرباط وتل أبيب على القضية الفلسطينية وردود الفعل المستنكرة. ونستضيف لهذا الغرض عبر خدمة سكايب ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في الجزائر، السيد محمد عثمان الموجود حاليا في إسطنبول. قبل ذلك نستعرض جملة من الأخبار المرتبطة بتطورات الأحداث في المنطقة، ونبدأها من لبنان وأزماته المتعاقبة. فمن الأزمة الدبلوماسية بين بيروت والعواصم الخليجية إلى الأزمات الداخلية المالية والاقتصادية متعددة الأوجه والتي لا تبدو لها بوادر انفراج، وكأن البلد دخل في نفق مظلم. التفاصيل في سياق التقرير التالي. الوضع القائم في لبنان أدى إلى غياب الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية اللازمة للمؤسسات الحيوية كالمستشفيات والمستوصفات والأفران والاتصالات والمواد الغذائية، بشكل عمق أزمة الاقتصاد اللبناني الذي يشهد انهيارا غير مسبوق تحت وقع تبعات جائحة كورونا الفتاكة. فهل تتجاوز الحكومة الجديدة فشل سابقاتها تجاه انهيار الاقتصاد؟ يصعب على هذه الحكومة أن تعوض الفشل الذي نتج عن الحكومات السابقة، ويصعب على هذه الحكومة أن تجد البدائل، خصوصا وأن ما حصل على المستوى الاقتصادي هو أمر يطال البنية الاقتصادية للبنان. لهذا السبب من غير المتوقع أن تكون الحلول قريبة. هناك يعني رهان على صندوق النقد الدولي وما قد يقدمه من مساعدات أو من قروض، لكن حتى هذا الرهان يبدو أنه مؤجل حتى الانتخابات النيابية المقبلة. وبمقابل هذا الوضع ثمة بصيص أمل مشوب بالحذر مع خطة مفاجئة أردنية مصرية بمباركة أمريكية لمساعدة لبنان على مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة. وقد أفضى هذا التحرك إلى اتفاق دعم تزويد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء اللبنانية. أزمات لبنان تضيق الخناق أكثر على مجمل قطاعاته الاقتصادية، ومنها الأزمة الأخيرة بين بيروت والرياض وبعض العواصم الخليجية. في هذا السياق صرح الرئيس اللبناني ميشيل عون قبل أيام أن بلاده تريد علاقات أفضل وأطيب مع السعودية وسائر الدول الخليجية. إلى أي اتجاه تمضي هذه الأزمة؟ لا تزال الأزمة بين لبنان وبين المملكة السعودية مفتوحة، ليس هناك بوادر للحل. هناك بعض الأفكار التي يقدمها هذا الطرف أو ذاك. لبنان في أزمة، هل يقدم التنازل ويستقيل الوزير قرداحي أم يتجاهل ذلك ويحاول حل المشكلة بوساطات مختلفة؟ اليوم هناك مواقف من قطر ومن الإمارات أقل حدة من الموقف السعودي، ومستمرة في التعاون مع لبنان.
الظروف الاقتصادية الصعبة دفعت بتركيا والإمارات العربية المتحدة إلى التقارب مجدداً، غير أن هذا التقارب يقتصر على الجانب الاقتصادي على أمل أن يتوسع ليشمل مختلف المجالات لا سيما منها المجال السياسي، المتابعة ضمن هذا التقرير. على الرغم من خلافاتهما، قد تكون أبوظبي وأنقرة قد قررتا التعاون بعد أن كانتا على طرفي نقيض في حروب ساخنة استمرت لسنوات. زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لأنقرة جاءت في وقت تشهد فيه تركيا انخفاض الليرة لمستويات قياسية بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخفيض سعر الفائدة. الإمارات أعلنت عن تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي والعديد من المشاريع، فهل ينقذ ذلك تركيا من الغرق؟ يتساءل العديد من المتتبعين، من المستفيد من التقارب التركي الإماراتي؟ وهل يمكن أن يكون هذا التقارب جزءا من إعادة تنظيم الشرق الأوسط في وقت غادرت فيه أمريكا المنطقة؟ إذ يبدو بأن الإمارات تسعى لتكوين تحالف يحميها من تطلعات إيران التوسعية في نظرها، وهذا ما جعلها تخفض من حدة التصعيد وتسعى إلى استعادة الدفء في علاقاتها مع خصومها. ويرى محللون أن وراء هذا التقارب عدة عوامل، أبرزها تراجع الحرب في ليبيا بانتصار مبدئي من قبل حلفاء تركيا وانتكاسات عسكرية كبيرة لخليفة حفتر الذي حظي بدعم كبير من الإمارات العربية المتحدة. هذا ويرى الكاتب والمحلل السياسي التركي حمزة تيكين أن ملفات عديدة مطروحة للتباحث بين أنقرة وأبوظبي يغلب عليها التباين في المواقف. صفحة اقتصادية تجارية جديدة بين البلدين من المتوقع أن تنعكس تحسينا للعلاقات بينهما على المستوى السياسي. الظروف الاقتصادية العالمية والمصالح الاقتصادية المتبادلة دفعت الطرفين لهذا التقارب الاقتصادي الذي سيستفيد منه الطرفان بطبيعة الحال. من أسباب هذا التقارب وما دفع إليه وتعجيله قضية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بهذه الطريقة غير المدروسة، قضية سعي واشنطن أيضا للانسحاب من سوريا ومن العراق، وبالتالي اليوم الساحة في المنطقة سوف تبقى للأقوى الذي سيكون هو صاحب التأثير الأكبر، ليس الوحيد ولكن الأكبر. البديل اليوم عن أمريكا في المنطقة هي تركيا، وبالتالي اليوم من عول كثيرا على واشنطن يعمل حاليا على تحسين علاقاته مع الجانب التركي، وتركيا مرحبة بهذا الأمر، مرحبة بتحسين علاقاتها سواء مع مصر أو السعودية أو الإمارات، لأنها أثبتت نفسها وقوتها على الطاولة وفي الميدان، وبالتالي الجميع أدرك اليوم حقيقة أنه لا غنى عن تركيا، لا يمكن أيضا تجاهل تركيا في المنطقة. تدخل مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية يومها الرابع في ظل تباين الآراء بين من يراهن على فرص النجاح ومن يسكنه التشاؤم من إمكانية تحقيق تقدم إيجابي. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تجري هنا بالنمسا وتحديدا بفندق قصر كوبرغ الجولة 7 من محادثات فيينا لإحياء اتفاق النووي المبرم سنة 2015 بين إيران والقوى الدولية. وبهذا الشأن أكد المحلل السياسي صالح القزويني أن لدى بلاده خيارات أخرى في حال فشلت المفاوضات. إيران لديها خيارات كثيرة. في مقدمة هذه الخيارات التي يمكن القول أنها ترعب الطرف الآخر وتدفعه بشكل كبير رفع درجات التخصيب أو استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة. من جهته اعتبر مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن خليل جهشان أن بعض شروط طهران غير قابلة للتحقيق، ومن شأنها عرقلة هدف واشنطن وحلفائها.
شروط طهران عديدة، وطبعا بينها بعض الشروط العقلانية التي من الممكن أن تكون جزء من الأخذ والعطاء في هذه المفاوضات، ولكن بعضها الآخر يعني غير قابل للتحقيق بصراحة. ومن شأنها بدون أي شك عرقلة هدف واشنطن والهدف الدولي. مع دخول جولة المفاوضات السابعة بشأن الاتفاق النووي الإيراني يومها الرابع في العاصمة النمساوية فيينا، تزداد التكهنات حول تأثير الأجواء المشحونة التي تحيط بسياق التفاوض، لتبقى الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عما ستتمخض عنه هذه المشاورات. أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية. وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق الرحلات الجوية مع 7 دول إفريقية، وهي مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشيل وموريشيوس وجزر القمر، فيما اتخذت إجراء مماثلا في وقت سابق إذ علقت الرحلات من جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني بسبب متحور أوميكرون. تفاعل واسع وإشادة منقطعة النظير تلك التي حظي بها خطاب الناشط الفلسطيني محمد الكرد خلال كلمة له في الأمم المتحدة أدان خلالها صمت المجتمع الدولي حيال ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وطرد وتهجير. واستهل الكرد خطابه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بلغة ساخرة قائلا: مرحبا أيها المجتمع الدولي، وشكرا لخطاباتكم المزلزلة. أنا متأكد أن السلطات القائمة بالاحتلال تشعر بالقلق الشديد الآن، مضيفا بأن الإفلات من العقاب وجرائم الحرب لن توقفه بيانات الإدانة وإظهار الدهشة، كما لن توقفه تغريدات القلق. مرحبا بكم أيها المجتمع الدولي، وشكرا لكم على منحنا فرصة الكلام. أنا متأكد الآن أن الاحتلال الصهيوني أصبح قلقا. جرائم الحرب والإفلات من العقوبة أمر لن يتوقف بتغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي أو بتنديد شفهي برفع حاجب العين. وعدتمونا سابقا بأننا سنحصل على منازل وملكيات خاصة بنا بشكل قانوني، وبعد ذلك حدثت حرب 1967 ونسيتم كل شيء وعدتمونا به. عندما نتذكر الأحداث اللا إنسانية في تاريخ البشرية نفكر فيهم بقدر كبير من الوضوح الأخلاقي، وضوح أخلاقي نميل إلى نسيانه لأنه في وقت حدوثه كانت قانونية بشكل واضح للجميع، ليست واضحة وفقط، وإنما كانت بالنسبة لهم واضحة ولكن في نفس الوقت معقدة ومتضاربة مع المصالح. لذلك تحدثوا بحيادية كما نفعل الآن. عادت كلمة الحق المناصرة للشعب الفلسطيني إلى الواجهة مع مطلع الأسبوع الجاري في مواجهة المد التطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو المد الذي تولد عنه تحالف استفزازي بين نظام الرباط ونظام تل أبيب، واعتبرته قيادة الفلسطينية طعنة في ظهر القدس التي يرأس لجنتها العاهل المغربي. أصوات الحق تعالت في مختلف جهات العالم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكانت الأمم المتحدة النقطة المركزية الجامعة للمواقف المناصرة لحق الشعب الفلسطيني. المتابعة ضمن هذا التقرير. جددت لجنة الأمم المتحدة لمناصرة حق الشعب الفلسطيني التأكيد على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وقال رئيسها شيخ نيانغ في اجتماع افتراضي إن الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية الذي يستمر منذ 53 عاما يتفاقم اليوم بتهديدات الضم وفرض الأمر الواقع، في حين يظل الشعب الفلسطيني محروما من حقوقه الثابتة، مشيرا إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يتواصل بلا هوادة ومن دون مساءلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من جهته عن إحساسه العميق بالقلق إزاء ما وصفها بالحقائق المروعة في الأرض الفلسطينية المحتلة وتضاؤل احتمالات حل الصراع، وأشار إلى أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني يتعارض مع القانون الدولي ويقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية. وتزامنا مع المظاهرات العارمة التي نظمت في عدة مدن بالمغرب في مسيرات حاشدة رافضة للتطبيع بين الرباط وتل أبيب، هاجمت حركة فتح الفلسطينية النظام المغربي بعد إقدامه على إبرام اتفاقيات عسكرية وأمنية معتبرة هذه الخطوة الاستفزازية طعنة في ظهر القدس التي يرأس لجنتها العاهل المغربية. الفصائل الفلسطينية في مجملها أعربت عن إدانتها الشديدة لتوقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية بين الرباط وتل أبيب، واعتبرتها خطراً على الأمن القومي للأمة العربية وخروجاً عن مبادرة السلام العربية التي حظيت بالإجماع في قمة بيروت المنعقدة عام 2002. ذات المبادرة تتمسك بها الجزائر مثلما جاء في كلمة الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية، وذلك بالضغط على المحتل ودفعه إلى الانصياع الكامل للشرعية الدولية. وفيما يلي تذكيرا بأبرز نقاط هذه المبادرة والتي تعد بمثابة المرجع. بداية، مطالبة إسرائيل بالجنوح إلى السلم والإعلان من جانبها أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي. مطالبتها بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان وحتى خط 4 يونيو 1967. التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية. عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي: اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل، إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلم الشامل. وللحديث أكثر حول موضوع بالتحليل والنقاش ينضم إلينا من إسطنبول عبر خدمة أسكايب ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس السيد محمد عثمان. أهلا سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، مرحبا بكم السادة المشاهدين. حضرتك بزيارة لإسطنبول؟ نعم هذا صحيح. طيب، بداية دعني أسأل، موجة سخط واستنكار واسعة ضد التطبيع والتحالف الاستراتيجي على ما يبدو بين الرباط وتل أبيب، برأيكم هل سقط خيار العاهل المغربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نشاهد هذه المسيرات العارمة التي تجوب شوارع الرباط وباقي مدن المغرب، يتأكد لنا ما وصلت هذه الشعوب الحية إلى أين تتجه، وأن مزاجها هو ضد موجة التطبيع التي انطلقت مؤخرا. هذا حقيقة يؤكد ما كنا نقوله ونكرره مرارا من أن مسلسل التطبيع أو قطار التطبيع الذي مر بمحطات عربية مؤخرا لم يكن نابعا من قناعة راسخة لدى شعوب المنطقة ولا حتى من مصلحة حقيقية تعبر عن حاجة هذه الشعوب إلى هذا التطبيع، إنما كان نتيجة رضوخ للضغوط والإملاءات الأمريكية التي فرضها آنذاك ترامب سيء الذكر. آن الأوان الآن ونحن نرى هذا الضمير العربي يتحرك ويعبر بصدق عن مدى التصاقه بالقضية الفلسطينية ومدى عدائه ونظرته العدائية لكيان الصهيوني، وهو يرى هذا المجرم جانت يجوب ويتجول حرا مستبشرا في بعض العواصم العربية. ونحن ندعو حقيقة النظام الحاكم في المغرب أن يعيد النظر في ما أقدم عليه من خطوات ابتداء من التطبيع إلى ما خلفها وما جرها من اتفاقات وقعت مؤخرا. طيب، دعني أقول، يعني بأي قدر تتوقعون أن يجني المحتل الإسرائيلي من مكاسب
من وراء تحالفه العسكري والأمني مع الرباط، خاصة على صعيد مسار التهويد، علما أن العاهل المغربي هو من يرأس لجنة القدس، يعني هذا يعتبر طعن في ظهر القدس. بكل تأكيد أن الادعاءات التي كنا نسمعها إبان التوقيع على اتفاق التطبيع من أن هذا التطبيع سيحقق مصلحة للفلسطينيين وأنه سيعيد لهم حقوقهم، بات هذا في حكم المنعدم وفي حكم الأكذوبة حقيقة على الشعوب قاطبة قبل الشعب الفلسطيني. هذا الاتفاق حقيقة أو هذا التطبيع الذي حدث لن يزيد هذا المجرم الإسرائيلي إلا إمعانا في قتل أبناء شعبنا، في هدم بيوتنا، في تهجير السكان الأصليين من أرضهم. هذا التطبيع حقيقة سيوفر له غطاء وسيبيض صفحته الملوثة بدماء شعبنا. كان الأحب إلى قلوبنا نحن الفلسطينيين أن نرى هذا المجرم جانت وهو يلاحق قضائيا على جرائمه التي ارتكبها بحق أطفال ونساء غزة. طبعا هذا كنا ما نتأمله جميعا سيدي، هذا كنا كان أملنا كلنا أن يكون هذا أن يدفع ثمن الجرائم، ولكن برأيكم كيف ستواجه أو ستجابه حركات المقاومة مخاطر هذا التحالف غير الطبيعي، خلينا نقول بين المغرب والكيان؟ حركة المقاومة الإسلامية حماس هي حركة تحرر وطني تمارس حقها في النضال من أجل استقلالها ومن أجل الحصول على حقوقها وحماية شعبنا من جرائم وغطرسة هذا المحتل ومن يقف خلفه. لذلك حركة حماس مستمرة في مراكمة قوتها في الاستعداد لأي مواجهة قادمة، وهي ستقف إلى جانب كل من يدعم حقنا في المقاومة وحقنا في النضال، وستشكر كل من يقدم لنا دعما سواء إعلاميا أو قانونيا أو حقوقيا. بل ونحن نطالب حقيقة الدول الحليفة والصديقة والدول المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الجزائر ودول مثل الكويت ولبنان، نطالبهم حقيقة بأن يلاحقوا هذا الكيان قضائيا وأن يسعوا إلى تجريمه وإلى عزله. كما قلت نحن الفلسطينيون الأحب إلى قلوبنا أن نرى هذا الكيان محاصرا معزولا سياسيا، محاصرا اقتصاديا، ملاحقا قضائيا، من أن يراه يعني مرحبا ومحتفا به في بعض العواصم العربية بكل أسف. شكرا لك، شكرا على توقيتك اللي أخذناه منك السيد محمد عثمان، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. ونبقى دائما في فلسطين ولنتوقف عند هذا التراث العربي الأصيل، فبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نرجع إلى إرث فني جميل، الدبكة الشعبية كانت وما زالت جوهر التراث الشعبي الفلسطيني الخاص بالمناسبات والأفراح، انطلاقا من فكرة الحفاظ على الهوية والأرض والحلم والذكريات. يحرص الفلسطينيون على توريث فلكلورهم وتراثهم الشعبي من جيل إلى آخر، خوفا عليه من الطمس والضياع وحفاظا على هويتهم من الاندثار. وتعتبر الدبكة الشعبية إحدى أهم صور هذا التراث، وبعد نكبة عام 48 من القرن الماضي أخذت الدبكة شكلا من أشكال النضال الذي يستند إلى إرث فني وثقافي يمتد زمنا طويلا عبر التاريخ. وترتبط الدبكة بأناشيد وأهازيج وطنية تحكي فكرة الحنين لفلسطين والارتباط بما حل بشعبها من تهجير ونكبة وترحيل قسري، تشتبك الأيدي خلال أدائها كدليل على الوحدة والتضامن، وتضرب الأرجل بالأرض دلالة على العنفوان والرجولة، ترافقها أغاني تعبر عن عمق الانتماء للأرض الفلسطينية.
ورغم غزو ثقافات وفنون مختلفة إقليمية وعالمية للثقافة الفلسطينية، بما في ذلك محاولات الاحتلال الإسرائيلي طمس الهوية الفلسطينية بكل تعبيراتها، إلا أن الدبكة حافظت على استمراريتها وحضورها في كل المناسبات. وغالبا ما يبادر الشبان الذين يجيدون أدائها للمشاركة في هذا النوع من الفن خلال المهرجانات والمناسبات الوطنية والاحتفالات الخاصة بهدف المحافظة على تراث حضارة الشعب الفلسطيني. نختم وإياكم مشاهدينا بهذه الصور لمشاركات عربية في مهرجان القدس السينمائي. شكرا لكم، في أمان الله.